هلکفته روژا جیهانی یا مافی مروان لباجار خامشلو دزگه هابراتی سمینار اکل دارخست. سمینار گوگل کسیاتی سیاسی و جواکی و روشنبیری لی آمده ببون با آوائی کی برفره لسر روشا مافی مروان لی تبایا جیهانی و تایبتی لی دبرین کردی راوستیا. حملا ما نشاطات وی بروشور و زعاندن سر روژا بو روژا جیهانی مافی مروان آگی دهی مهی دهی مهدوازم. ما بروشور و زعاندن کراس ایگی شرع دولیه ما وزعنا طبعاً نابينا إعلان عالم حقوق الإنسان وعهد الدول الخاص حقوق المدنية والسياسية وحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وطبعاً ضمن النشاطات هذه ما ورشات حقوق الإنسان شكلنا مركزي دم عالمي كشتير. حملة ما حملة حقوق مو منية أو يكى مهدي سبكر حتى دهي مهدي حملة ما توزيع بروشورس بو أو بخش بروج يوم العالمي للحقوق الإنسان بو توزيع بروشور بو توزيع كراس بو ورشات حقوق إنسان بو ولافتات جدارية بو إيرو حفل تكريمج أبرز مدافعين عن حقوق الإنسان. وکو گودان خویاکرن اندام دزگاه براتی لدورین دیجی گلک سمینار و چالاکیل دارخستن به هلکفتا روژا جیهانی یا مافی مروان. هم کساز یا براتی کار بکند مافی مروان دزده حالی ده و چلکی مکلکن یک جه آلیکاری آجنیر جمعه هی مرکسک ترکیم نیسا جمعه هی یک آدن زاروک هی مرکز اتقاع طفوله ایرو رو دجنا مافی مروان ده حملاك عالمي امجي شلاكيا خبيرا ادنو من ابي كري حقوقك مؤمنية وخلاتك ما هي جبان حتشي كسير بي باجاري دي آلي كاريا بي قضية دي قضية ما في مروبا دي امي وان خلات بكن نظام التدي تيما قلك كاريما هي ام نشر حقوق مفاهيم حقوق الانسان ترسيخ مفاهيم السلم الالي عيش المشترك تدي اف تشكاما قوام تدراد بن كاريما هي أم مرشاتة أي حقوق الإنسان أم تدين عدالة انتقالية استراتيجي أم تكلك يعني أم مرشاتة تدين ودود جي هي الجمة أم كاريكو مراد بن تمكين النساء تديت مهنا خياطة وكوافيرة أم تدين وأنا تمريض ودعم نفسي للأطفال أم تكنجي اف مجالی قوامتید نشرینم چالاکیان بهل کفتا به روژا جیهانی بردوامن لدبرین کردی تبا تایبتی لباجار قامشلو و گرنگیه که پرمزن لبا ملت کرد هیا ده به روژه ده جبرگو ملت هری بندست ده جیهانی دمایه کردن. صبری فخری آرک قامشلو.